أعلن المجلس القومي للمرأة أنه سيقدم دعما قانونيا عبر محامية بفرع المجلس بأسيوط لقضية الطفلة ندى ضحية الختان، وذلك بعد يوم من إطلاق سراح كافة المتهمين. وكانت النيابة قد أخلت سبيل طبيب بكفالة 50,000 جنيه، وذلك بعد إخلاء سبيل الأب والأم والخالة بضمان محل إقامتهم في وقت سابق. وينضم إلينا من القاهرة عبر الهاتف المحامي أحمد أبو المجد. أهلا بيك معايا أستاذ أحمد. في البداية عايزين نعرف، أهلا بيكي. أهلا أستاذ أحمد، إيه التفاصيل القانونية وراء إخلاء سبيل الطبيب اللي عمل عملية الختان لندى اللي توفاها الله الأسبوع الماضي؟ هل ادعاء إن هي كانت عملية تجميل فقط مش عملية ختان؟ هو ادعى ده، والحبس الاحتياطي له شروط. مش معنى ان هو تم اخلاء سبيله ان هو اصبح غير متهم، او ان هو اصبح براءه، او انه ما عملش الفعل. لا، في محاكمه، والمحاكمه هتثبت ده. مش هو بس، كمان الاب او الام اللي طلب الختان، لان القانون في الماده 242 منه اتعدل في سنه 2016، والعقوبه اصبحت سجن مشدد، لانه ترتب على الختان يعني عاهه مستديمه او افضى الى موت. هنا تكون العقوبه سجن مشدد 15 سنه للفاعل، وحبس من سنه لثلاث سنين للاب او الام او من طلب الختان. لكن انا باكد على فكره ان الختان مش جريمه افراد، الختان جريمه مجتمع. المتهم الرئيسي في جريمة الختان في مصر، أو جريمة تشويه الأعضاء التناسلية للفتيات، ده المسمى بتاعها، هي نقابة الأطباء. نقابة الأطباء، الإحصائيات بتقول إن في 82% من عمليات تشويه على الأعضاء التناسلية للفتيات بيقوم بها فرق طبية، يعني دكاترة أو ممرضين. فإذا النقابة عليها دور لابد أن تقوم به، النقابة لابد أن توقف مزاولة المهنة لأي حد متهم في مثل هذه الجرائم، والنقابة للأسف بتتستر على ده. في إشكالية ليها علاقة بالقانون الحقيقي، لأن المادة اللي بتجرم الختان بتفتح باب خلفي لتبرئة الفاعل الدكتور. إزاي؟ بالمادة بتشير ل مادة تانية بتقول لا عقوبة على من ارتكب جريمة ألجأته إليها ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم. اللي بيحصل في المحكمة، المادة دي مادة 61، اللي بيحصل في المحكمة إن الدكتور بيقدم شهادة من أطباء زمايله تابعين لنقابة الأطباء، لجنة طبية بتقول إن كان في ضرورة لإجراء الختان. فده هو السبب اللي بيكون من خلاله إفلات الدكاترة من العقوبة. وده يتنافى مع تعريف منظمة الصحة العالمية اللي أكدت على أنه لا ضرورة للختان، وهو يضر الفتيات والنساء بأشكال مختلفة. تعالوا نواجه المشكلة بشكل صريح. نقابة الأطباء عليها دور، رجال الدين اللي بيحرضوا على الختان هم متهمين وهم محرضين اساسيين في هذه الجريمه. مش بس كده، احنا عندنا احزاب سياسيه ممثله في البرلمان المصري بتطالب بالغاء تجريم تشويه الاعضاء التناسليه للنساء، تحديدا حزب النور في 2002 و2012 تقدم بمشروع قانون لالغاء تجريم الختان. في سنه 2018 النائبه ناديه هنري قدمت مشروع قانون عشان تعدل تجريم الختان وتلغي المادة 61، وتقول ان مفيش ضرورة للختان عشان نقدر محدش يفلت من العقاب. لكن النائب محمد صلاح خليفة، وهو ممثل الهيئة البرلمانية لحزب النور، رفض مشروع نادية هنري، واتفلسف ساعتها في البرلمان وقال لك ان الختان انواع، وان احنا مع انواع معينه وضد انواع معينه. لا، هناك احزاب، تحديدا حزب النور هو بيروج للختان، وواقف في البرلمان عشان كمان يلغي
تجريم او كده يا استاذ احمد، الجميع متآمر يعني. اذا كان المشرعين في مجلس النواب المفروض ان هم يعدلوا القانون عشان ما حدش يفلت من العقاب، فيهم ناس بتدافع وبتتفلسف عشان تستمر بالظبط. الجريمة، واذا كانت النقابة نفسها او زملاء الطبيب يعني بيقولوا شهادات مخالفة للحقيقة عشان هو كمان يفلت من العقاب، يعني الدولة نفسها. يعني خليني أسأل حضرتك برضو، من ساعة ما اتكلمنا ووضع القانون بالفعل تجريم هذه الجريمة، تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، هل يعني إيه الإحصاء حتى الآن بالأحكام اللي صدرت ضد الناس اللي عملوا الجريمة دي؟ للأسف الأحكام ليست رادعة، هناك أبواب كثيرة للإفلات من العقاب زي ما وضحت في المادة 61 اللي بتقول إن ما فيش عقوبة على شخص ارتكب جريمة في ضرورة. وهنا الدكتور بيقدم زي ما قلت تقرير من زمايله الأطباء بتقول إن كان في ضرورة ليها علاقة بالتجميل وإلى آخره. حل هذه الإشكالية، لأن إحنا بندفن راسنا في الرملة، فمثلا عندنا استراتيجية وطنية لتمكين النساء وحمايتهم من العنف، وعندنا مجلس قومي لحقوق المرأة، وعندنا ده، وعندنا في الجانب الآخر أحزاب بترعى الختان، عندنا نقابة بتتواطأ وبتتستر على الفاعلين. أنا بشوف إن الحل هو التربية الجنسية في المدارس، أصبحت فرض عين، تثقيف الجنسي للفتيات ولكل افراد المجتمع من الصغر مهم، ده اللي هيحسم المساله. لابد ان يكون هناك تربيه جنسيه، وهو ده اللي هيعدل اشكاليه تسامح المجتمع مع الجرائم الجنسيه بشكل عام اللي بترتكب ضد النساء، زي التحرش، زي الختان الى اخره. احنا محتاجين يحصل تربيه جنسيه، نفهم البنات من وهم صغيرين إن إذا كان الأب أو الأم عايز يعمل هذه العملية فده جريمة، والبنت من حقها تبلغ لأنها ليست جنحة. الختان في قانون العقوبات مش جنحة، الختان جناية. يعني الجنحة ممكن تسقط بعد 3 سنين، لكن الجناية لا تسقط بالتقادم إلا بعد 10 سنين. يعني ممكن البنت تبلغ عن فاعل هذه الجريمة سواء الأب أو الأم أو ولي الأمر أيا مكان، حتى ولو مر على ذلك 10 سنين. التربية الجنسية، التثقيف الجنسي هو الحل علشان تقدر البنات تدافع عن نفسها. بنشكرك، كنت معنا من القاهرة عبر الهاتف المحامي أحمد أبو المجد، شرفتنا يا أستاذ أحمد. نخرج معكم لفاصل ونعود لاستكمال فقراتنا، ابقوا معنا.